الزعل تقبل مصيرك ورقك ما بيترجع ما فيك توقف تتردد ما فيك تبطل ما في وقت تفكر شو ممكن تعمل وتحاول تكسب خالو انت شو عم تحكي؟ انا عم بحكي اللي صار. انت بتعرفي امي قديش بتحبي الليرة وانا ما بعرف كيف انجبت وراها. يا ربي ليش هيك صار؟ وانا يا خالو مستعد صلح غلطي. ابو خالد انتهي البنت لازم تطلقها وبتاخده 1,000,000 مني انا. ليش انت معك 1,000,000؟ انا بيتي بسوى 4,000,000. خد 1,000,000 واعطيني 2,500,000 وهيك انت بتجرتك بتكون ربحان. دفعت 1,000,000 واخذت فوقه 500,000. بوسيدك طلقه وريح ضمير. صعب الله بيتي. ابو خالد خلصي انت. انا رح اطلع بس حط ببالك شغله، هي البنت بدك تطلقها بكيفك غصبا عنك بدك تطلقها. طلع برا. سامحيني يا حبيبتي. بلال اهلا ابو البيس. قلي قوم عزمنا على اكلة فول على كيف كيفك. فول؟ ايه حبيبي، مو انت عساس ما بتاكل الاكلات وما بتاكل اكل سوء؟ يا سيدي كنت ما اكلهم وهلا بدي اكل. ايه ها ان شاء الله عمر الدراسة. اخي باسل بلش يتغير معلم. قوم البيس لطعميك احلى اكلة فول تخدم شواربك. هات ايدك. والله الدكتور نفسي جاب نتيجة. عيد رزقك محلك. مرحبا ماما. يا ميت اهلا وسهلا. شو صار برفيقتك تقبشيني؟ خبريني طمنيني. تقبش قلبي اما شو جابت ولد بيطير العقل بيشبهك؟ ولد؟
ايوه، مو على اساس انه كانت عامله حادث بالمستشفى؟ انت مين قال لك؟ ليلى. لك ايه، في حادث في، بس هذيك رفيقتنا الثانيه، وشي انه وصلنا على المشفى قاموا دقوا لنا قالوا لنا انه سميه ولدت وجابت ولد. يا الله، ما احلاها هالكذبه، شو بايخه. بينت الكذبه حبيبتي، لانه ليلى قالت لي انه سميه هي اللي عملت الحادث. ماما، هلا انت شو اسمك؟ بلا ما يا عولي. والله عن جد ساعديني وبعدين بقول لك ليش. لا حول ولا قوة الا بالله. ايزابيل. حلو. وكم ايزابيل في بالبلد؟ كثير. كمان حلو، وانا بعرف اكثر من وحده اسمها سمية. احرق غيمك بحياة امك. رجاء لا تحلفيني بامي لانه امي كثير غالية علي. ايوه نتالي، تقبري قلبي، وحياة امي وامك رح تاكلي قتله، رح تاكليها رح تاكليها، بس انت اختاري الطريقة اللي بتحبي تنمعطي فيها. يلا تقبريني. ايه خلصنا ايزابيل، والله ما بعرفك عصبية لهالدرجة. روقي لك. شو ايزابيل هاي خدامة اللي خلفوكي انا ولي جد بيت؟ خذي رجوع، خذي والله ما بعرفك. غرفة المريض أسامة الحداد وين؟ هو شو مرضه؟ كلية. هلا هون قسم الكلية. بس هذا المريض مو عنا. كيف هيك؟ طيب اتصلي بأمك شوفي وين؟ أي ماما، أنا بقسم الكلية وما في مريض باسم خاله. والله وضحكتي علي يا لينا خانم، بس على راسي رح تندمي، رح تندمي على هالايام اللي عيشتيني اياها مع هالواطي وانتي عم تسرحي وتمرحي بالمصاري اللي اخذتيها. شو بدك تضلي هيك عم تبكي؟ ليه ما عم تردي؟ طيب انا رايح على البيت. ما بترجع. فادي ليكو هذا هو اللي لف لف والحقه. شفته يوم ابو البيس، بما انه صارت وصارت بدك تغمس. ها بلال لا تنزعلي مرائي. تغميس لا، لكن شلون بدك تاكل فول؟ ان شاء الله بالشوكه. في احدا بياكل فول بالشوكه؟ يعني اكيد رح اكل من كل العالم بالمعلقه. بحياة اختك جايبني لهون مشان تاكل بالمعلقه؟ لا يا سيدي بدك تغمس، يعني بدك تغمس. اجا الاكل. يسلموا. شكرا. امسك لي هاي. شو بدي اعمل فيها هاي؟ حبيبي صحن الفول ما بتيجي طعمته غير مع فحل بصل. انا ما عندي مشكله مع البصل، انا مشكلتي لما بتطلع ريحتنا بعد ما ناكله. ريحتنا هلا دبرها. طيب شوف هي كيف تتاكل. بلال بس نص اصابيعك عم يفوتوا بالاكل. الفول هيك طيابته حبيبي. اخي لا تهزلي بدني، خليني اكل على راحتي اذا بتريد. لا يا سيدي بدك تاكل مثل ما عم قلك. يعني ما بكفي اني عم باكل فول وبمحل شعبي؟ يعني انا عم باكل اكل سوء؟ هذا تطور بحد ذاته. ايه معلش، وغمس منشان يصير التطور له طعمه. طيب رح جرب.
شرفه، مو هيك اطيب من المعلقه؟ لحظه. هاي بلا المعلقه. طب يقبرني اللي خلقها، غمس ابو البيز غمس. عارف؟ عن جد اطيب. هلا بتحس بطعم الفول. عند المغسلة هون؟ هلا لا تقعد تعمل لي سينيه. خلص شو ما تانتو. هذه خليك وراء، اوعى تضيعوها. خلص لا تاكلها. خليك على يمي، خليك على يمي. مدي هي بلاي ستيشن. لك بلاي ستيشن؟ مدي انا هي دري وطري كمان. يا على راسي ليك، اذا مو بكره بعد بكره بجيب لك اياها. امتى؟ عم بقول لك والله اذا مو بكره بعد بكره. اي بعد بكره. اي اكيد ماشي. اوكي بس بشرط تحط هلا موبايلك وتقعد تلعب لك شي لعبه وبتحل عني بدي نام. الو انت مازن؟ ايه مازن مين؟ انا اسمي عصام من طرف ابو العلا. مين ابو العلا؟ هلا ما عاد تعرف مين ابو العلا؟ ابو العلا اللي كان ابوك يشتغل معه. اهلا وسهلا. يلا مدوا ايديكم. انا ما بدي. لا تعذبني يلا. في مجال اعرف شو بدك من ايدي؟ بدي اعقمهم. طيب في مجال تحلي عني اليوم؟ ليه؟ لانه انا ما بدي اعقمهم. طيب يا ابو البيس هلا شو صاير لك؟ هاي الحركات بتمرض وانا مو جعبالي منهم. والسلام عليكم. شو صاير له؟ هذا جن؟ لا انا اللي شايفه انه هو بلش يطيب من عقده وجنانه. تشاو. سلام قولا من رب الرحيم. لا تكتر أسئلة، بكرة بتكون 11 الظهر على الموعد، وإذا ما أجيت رح يزعل منك المعلم أبو العلا. ونسيت قلك إذا خايف لا تخاف من شي، لأنه المعلم أبو العلا بده يحط إيده بإيدك، بده إياك تشتغل معه تحت جناحه، وما بده منك شي تاني. ولو كان بده شي تاني كان قدر يوصل لك وإنت قاعد ببيتك، وإنت بتعرف هذا الشي كتير منيح. مين يحكي معه؟ لا حبيبي هاد واحد غلطان. امتى اجيب اي حال؟ خلاص قلت لك بكره. اي بكره هي وعد؟ اي وعد. اتركينا. نعم يشار لب اخي بس نعم. حبيبتي ليلى كيفك؟ الحمد لله حبيبي كيفك؟ على فكرة في تطورات كتير صارت وانت يعني كأنك لا عم تتصلي ومطنشة ما عم تسألي. ها أنا آسفة حبيبي بس والله كنت مطوشة مع نتالي بأكتر من قصة. وكيف الآن يا نتالي؟ ماشي حالة بس قلي هلأ شو آخر التطورات؟ عدي لقلك. أولا أكلت أكل سوء، ثانيا أكلت فول، ثالثا أكلت بإيدي، رابعا لما أجيت على البيت وعرفت أختي براءة أني أكلت حاول تعقم إيدي أنا ما رضيت. حسيت أنه العيش هيك أحسن. ما إيها تسلم لي يا أبو البيس. لك تسلمي لي أنت يا روحي. بدك شي؟ لا سلامتك حبيبي. يلا سلام. ولي لولو أنا مو قلت لك تقولي لها لأمي أنه رفيقتنا سمية عم تولد؟ إيه ونسيت قلت لها أنه عاملة حادث. شو صار يعني؟ ما صار شي بس قامت القيامة على راسي وبألف يا ويلا لحتى ضبطت الكذبة وقلت لها عندنا رفيقتين اسمه سمية، واحدة عم تولد واحدة عملت حادث. وليش عم تخانقيني هلا؟ لأنك جدبة. هلا أنا جدبة؟
هذا اللي طلع معك فوق ما اني عم كذب وانا ما بحب الكذب. ماشي لامك يا خالته. خرسي خرسي مشان الله لا تقولي لي، عم بكفيني اللي عملته فيني. اي كني لك على اليمين على اليمين وراها. شو عم تعمل بحالك يا باسل؟ معلش يلا تشجع وشعلها. خلصنا باسل لا تخاف وشعلها. عمري مو طيبة بس رح دخن. فادي زي الحق لي شوف لي بأي طابة ساكن. ساويلكن قهوة؟ لا والله خلص بدنا نمشي. يلا في راس بدنا نمشي. يا جماعة عن جد قاعدين شو بكون؟ ايه لك مبسوطين فيكن. لا غير مرة. يلا في راس. طيب. طيب بدي اسألكن سؤال، يعني امتى هيك رح نفرح فيكن؟ عن جد لازم نفرح فيكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اهلين اهلين مع السلامه. اهلين وسهلين. شبه هاي دخلك المفعوصه رافعت لي مناخيره مو عاجب العجب ولا صيام برجاء. شوفي شو بعرفني. ايه ماما عيوني امرني. شوفي صار لي 5 ايام مو فاتح الفيسبوك تبعي، معلش افتحه هلا. لا مو معلش تزع لي الزرعات. اي زرعات؟ زرعات البندوره. اي بندوره؟ يو المزرعه السعيده. هلا هيك يعني انا خلص ما عاد لي فوتي على الفيسبوك؟ علي الحلال لبيع مبادئي. شوف فادي طمن يا سيدي. عرفت لك وين البيت، بهاي البناية الطابق الثاني الشقة اللي على اليمين، ومدري شو مكتوب اسمه على الباب محسن مدري شو، ما انتبهت كتير. عظيم كتير منيح. وهلأ شو بدنا نعمل يا سيدي؟ هلأ بدك توصلني على البيت. ايه على راسي. شو بده مني ابو العلا؟ معقول مثل ما عم يقول هذا صاحبه انه مشان يشغلني معه؟ طيب بركي رحت لعنده وغدر فيني. لا مثل ما قال هذا الزلمه، لو بده يعمل معي شيء كان وصل لي لهون لنص بيتي. خلاص احسن شيء روح بكره وافهم كل شيء. يلا حبيبتي بدك شيء؟ اذا بدي اقول لك بدك تزعل؟ بقى ما بدي شيء. قولي ما رح ازعل. شو بدك؟ هلا بدي اقول لك كذا شغله. اول شغله لازم تغير مكان بيتك، وشغله ثانيه بدي اياك توافق اني اجيب لك سياره، وثالث شغله بدي اياك تصير تعرف مين ترافق ومين لا. ما فهمت. انا رح فهمك حبيبي. هلا انت صرت نجم وكل الناس بتعرفك، يعني ما بصير تسكن هون بالعشوائيات والمخالفات، وما بصير تطلع بتاكسي. الله كريم، صحيح أنا نجم، بس مثل ما بتعرفي
العين بصيرة والإيد قصيرة. ليش حبيبي أنت هون مو مستأجر أجار؟ يعني حط كم ليرة زيادة وبتستأجر بمكان راقي. خلاص إن شاء الله خير. هات هويتك. ليش؟ مشان بكرة اشتري لك سيارة وسجلها باسمك. طيب مثل ما اتفقنا بدفع لك حق أول بأول من الحفلات. لك بأمر عيونك أنا. في شي تاني؟ إيه. شو؟ يعني فرج. شو بو؟ يعني بدي منك معدة رافقه. يعني هديك المرة زعل وراضيته فهمنا. خلص خلي علاقتكن عالطويل. وليش بقى؟ إنه أنت صرت هلأ نجم وما عاد من مستواك. كيف يعني ما عاد من مستواي؟ شو كيف يعني حبيبي؟ ما شفت اليوم كيف كان لابس؟ ولا هي خالته أم نافع؟ العمى والله العظيم اليوم تمنيت ما حد يفوت على المطعم ويشوفونا سوا. كتير بهدلة. غزل شو بنا؟ كل الناس خير وبركة. وبعدين شو بكي؟ فرج رفيقي. ايه حبيبي بس هلا انت صرت نجم كبير وانت من مستوى وفرج من مستوى تاني، فهمت علي؟ لا يا غزل، لو شو ما صار انا ببقى ابن هي الشوارع وهي المخالفات اللي ربينا انا وياكي فيها. ولا نسيتي بيت اهلك وين كان قبل ما تطلع على الخليج؟ وقت ما كنتي تعيبي على حدا. بعدين بدي اقول لك كلمتين حطيهم حلقه باذنك. فرج رفيقي ومثل اخي، اوعك تحكي عليه مره تانية. ماشي؟ تصبح على خير. أكلت أكل سوء وما فرقت معي، وبيني وبينك أكلت بإيدي وما حسيت حالي مزعوج، واشتريت باكيت دخان وصرخت 3-4 سجاير. وليش الدخان؟ مشان أكسر عقدة إنه كل شيء مضر لازم بعيد عنه. لا أكيد هاي الشغلة ما لازم تشكل عقدة عندك. أصلاً أنت بطبيعة الحال لازم تبعد عن كل شيء بضرك، وأنا شايف إنه قصة الدخان هاي كلها ما لها طعمة، وبصراحة حاسس إنه في تحسن كتير كبير طرأ على حالتك، وبحب أكد لك إنه ما في داعي لوجودي أبداً من اليوم ورايح. قصي بونجورك. أهلين، كيفك؟ الحمد لله تمام. شو هالصباح الحلو؟ والله أنا اللي قلت لحالي حابب يكون صباحي حلو فقمت ودقيت لك. تسلم لي. شو مزوي؟ صحيح، شو نازل اليوم من البيت أنت؟ إيه رايحة على الجامعة. شو رأيك اليوم بلا الجامعة ونروح نصيع أنا وأنت؟
لا، تعال عندي انت ومنصيع بالجامعة. شو قلت؟ اوكي، وافقت. مرحبا. هلا. وانت مازن؟ ايه انا مازن. انا من طرف المعلم. اي معلم؟ ابو العلا شبنا. ايه اهلا وسهلا. تفضل اطلع معي بالسيارة. لا معلش، عيني بطلع بسيارتي. ما في داعي لسيارتك، بعدين مكتبه قريب. لا معلش، بسيارتي برتاح اكثر. طيب مثل ما بدك، براحتك. قال لي الدكتور انه صار وضعي تمام وما عاد في داعي حتى ارجع لعدو. ها شو بتعني؟ يعني خلاص ما عاد في شنطات ادويه، تاتش، محارم، ديتول؟ ابدا ابدا ابدا. هيك ها الحمد لله. مرحبا فتون، اشتقت لك، اشتقت لك كثير. بتعرفي اني ما بقى رحت على الجامعه لانه بتذكرني فيكي. بتعرفي أكتر؟ في كتير أماكن ما بقى رحت عليها لأنه كنا نجتمع أنا وياكي فيها. ما بعرف شو بصير لي، بيجي لأختنق. طيب أنت ما اشتقتي لي؟ على فكرة فراس ضربت غنيته كتير، وبتعرفي إنه صار مطرب مشهور؟ كيفك فراج؟ منيح. انت كنت تحب لفاتينة مو؟ كنت؟ انا لهلأ بحب لفاتينة. وانا كمان بحبها كتير، بس ماما ما بتخليني اقرب عليها. انا كتير زعلت عليها لما ماتت. وانا كمان زعلت عليها، الله يرحمها. امين. بتعرف انه انا كل يوم بجي لهون بجيب له ورد لفاتينة لانه بتحبه كتير؟ مزبوط، فاتينة كثير بتحب الورد وأفلام كرتون. بتعرف إنه فاتينة بعمرها ما شافت فيلم كرتون؟ طبعاً علا خبرت فرج إنه فاتينة بحياتها ما تفرجت على أفلام كرتون، وإنه هي اللي كانت تجيب لها السيديات وهي اللي تتفرج عليهم، واللي كانت تخبرها لفاتينة بكل تفاصيله. طبعاً لأنه خالتها هي اللي ما كانت تخليها تتفرج على التلفزيون. لك حتى بكل أوضتها ما في عندها تلفزيون. وسهلا فيك يا مازن. تفضل تفضل ارتاح. شوف يا مازن، انا ما عندي كثير وقت ضيعه. انا سمعت انك انت عم تشتغل بالسوق بالمقصقص على الخفيف، ضربات خفيفه، صح؟ صح. أنا شخصياً حابك إنك أنت تكون تحت جناحي. أنا تركك هلا. سمعت إنك أنت عملت لك شيء 4-5 ضربات بالسوق، حلال عليك، لازم تربح، لساتك شاب. بس أنت عم تقشل لي الزباين. أنا ما بدي مصيرك يكون مثل مصير أبوك الله يرحمه. لساتك شاب. ما بديك تموت. حرام. أنا ما عم أقول لك لا تشتغل، بالعكس، اشتغل وحلال على الشاطر.
بس بدي اياك تشتغل تحت ايدي. تعرف ليش؟ مشان ما ازعل منك مثل ما زعلت من ابوك. ليك انت عجبتني كثير لما سالوك الشرطه مين قتل ابوك. قلت لهم ما بعرف وما حكيت. عرفت تماما انك انت مانك قد اللعب مع الكبار. هذا الشيء طبعا مو خوف من الشرطه ابدا، انا الشرطه كلها على بعضها ما بتمني باي شيء. بالعكس هاي النقطه بتنحسب لك انت. بقى شو قلت؟ بشو؟ انك تشتغل معنا. بس انتو قاتلين ابي، يعني اني اشتغل معكم مو راكبه مو؟ لا بلا راكبه. ابوك الله يرحمه مات، ولو ما انقتل كان رح ينحبس. انسالي قصة ابوك بقى وحط ايدك بايدي. ما بدها تفكير يا مازن، انا كل الناس اللي اشتغلوا معي اعطيتهم 10%، انت بدي اعطيك 17%. حتى ابوك الله يرحمه لما اشتغل معي كان ياخذ 10%. شو رايك؟ طيب اشمعنى انا؟ هيك لانك ببساطه عجبتني لا اكثر ولا اقل. والمطلوب مني؟ انك تقول ايه. شو قلت يا مازن؟ وافقت. برافو عليك، برافو شاطر. حط ايدك بايدي. في مجال احكي معك بموضوع كثير ضروري. طيب مين حضرتك؟ شو بدك قلني؟ انا اسمي حازم وبصراحه الموضوع بيخص ابوك. طب شو هو؟ احكي هون. راح احكي لك بس معلش خلينا نروح نقعد بمكان رايق مشان اعرف احكي لك الكلمتين. طب يلا ثواني لغير اوعيه واطلع لعندك. ناطرك. يلا. ما بدي فوت. أنا جاي هيك أحكي لك كلمتين وخلص روح. أنا خير؟ شو في؟ أنا قلت لها لسمية كل شيء وهي صارت تعرف كل شيء. أنت جنيت؟ إيه أنا جنيت. جنيت وقت ما مشيت وراكي. شو ذنب سمية اللي تدفع ثمن طمعك وردك ورا المصاري؟ جوزتيها لواحد حيوان. هي مو زواجة، هي تجرة. أنا اللي علي عملته وحكيت لك كل شيء. بكرهك وبكره حالي. ها
شكرا. يسلموا ايديك حبيبي. شكرا. وهي جيت معك سيد حازم، في مجال تبقى له البحصه بقى وتقول لي شو بدك مني؟ ان شاء الله. ليك انا رح احكي بصراحه وبدون لف ودوران. خير ان شاء الله، تفضل. بصراحه انا في بنت بحبها كثير وكنت بدي اتجوزها، وهي البنت اسمها سميه. ان شاء الله بالهنا، وانا شو في اخدمك بهالموضوع؟ بدي منك تسمعني للاخير. تفضل تفضل. هاي البنت حالتها الماديه شوي تعبانه، وكانت محتاجه شويه مصاري مشان تدفع تكاليف العمليه تبع خالها. قام ابوك استغل الموقف وعرض على امها انه يتزوجها مقابل انه يدفع تكاليف العمليه. طبعا العمليه كانت بتكلف 900,000 وابوك دفعهم. ومن الطبيعي انه البنت تتزوج ابوك، وتزوجته. تزوجته غصبا عنها. طبعا البنت ما بتحبه، عم يعذبها كثير وحابسها بالبيت طول الوقت. انت شو عم تحكي يا زلمه؟ بابا مستحيل يتزوج على امي. لك انت شو بدك مني؟ مين بعتك علي؟ وحياتك ما بدي منك شيء، بس بدي منك انه تخلي ابوك يطلق البنت، لانه حرام البنت عم تتعذب كثير. وانا شو بيضمن لي انه كلامك صح؟ يا سيدي بورجيك بعينك. انا موافق. ايمتى؟ بكره اذا بدك. ماشي. شو رأيك بهالعروس؟ والله حلوة. حبيت لونها؟ كتير. يلا حبيبي، طلع على البيس مشان تعملنا دورة فيها، يلا. لك على راسي. حبيبي. عم نقول قليلي، عاجبك الوضع هيك؟ في تحسن ولا لا؟ في تحسن، صاير وحش. يا! باسل. يا عمره لباسل. شو رأيك نحكي بالعرس؟ بنحكي بالعرس، بس عرس مين؟ عرسي أنا وأنت. شو عم تقولي؟ ما عم بسمعك. عيدي شو؟ عم قول عرسي وعرسك. هاي يا عالم، أنا وليلى بدنا نتجوز. بس بقى فضحتنا. إيه ما مشكلة، مو أنت بدك تصيري مرتي؟ بفضحك، بعمل اللي بدي إياه، حتصيري ملكي. هلا بس بقى حاكيني جد، إمتى رح نحط موعد العرس؟ حبيبة قلبي إمتى ما بدك. هلا بنروح بنتغدى أنا وياكي وبروح بشوف أختي براءة، نتفق أنا وياها على موعد العرس وبخبرك فورا. طيب ماشي. وهلا وين بدنا نتغدى؟ ما بدك. إيه بس أنا بدي آكل جوانح. جوانح؟ معناتها أنا بدي سمك. وأنا بدي كبة. كبة. طارق. طارق. إيه نعم يا مازن. حزير شو جبت لك معي؟ بلاي ستيشن 3. يا رب يخلي منيح بابا ما يخليني جوفه. يا مازن انت ما نشبع ابو انت منيح. في مجال تحلي عني وتطلعي من راسي؟ انا ما صدقت على الله ايمت طبت من الامراض النفسيه تبعي وتبع ابوكي. دخان عندي بالبيت؟ مو معقول. لك حاج تسحب منه هيك بتنضر؟ صحتي ولا صحتك؟ انا بدي انضر، خلص تركيني على راحتي. ماشي يا باسل، بس يجي ابوك بتشوف. شو بدنا نعمل هلا؟ اكل سوق واكلنا. تغميس وغمسنا. دخان ودخنا. شو كمان؟ أحسن شيء إني بكرة فوت على تواليتات الجامعة. بس هيك مو كتير؟ يعني تواليتات الجامعة كتير وسخين.
معلش أبو البيس، هاي فترة وبتعدي. بكرة بدي فوت على التواليتات تبع الجامعة وأقعد بقلبها شي نص ساعة. وانت ما عاد إليك لازمة. على زبالك.